السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسعد الله مساكم بالخير والسعادة. في البداية الله يحفظنا ويحفظكم من شر الأمراض والأوبئة، والله يديم علينا وعليكم نعمة الأمن والأمان والصحة والعافية يا رب. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم في هذا اليوم أن يشافي ويعافي جميع مرضى المسلمين من كل مرض، من كل سقم، من كل بلاء، من كل أذى يا رب. قولوا آمين. ما دائما أعيد وكرر، هناك أجساد الله يعلم بحالها، فالله يعافيها ويشافيها يا رب. مساكم ابتسامة ومساكم طيارة. هذا كل استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه بحفظ الرحمن إن شاء الله، متجهين إلى دولة الكويت الشقيقة. سنلتقي في الكويت إن شاء الله، فالله يحفظكم. لا تنسونا من دعاويكم الطيبة ومساكم صدقات. بنت الليتات بس أثبت أشارككم بهذا الفيو الليلي من غرفتي على الكويت. هاد خلفي يكون مبنى التحرير. الحين وصلنا بالسلامة، الحين سوينا تشيك إن، عاد الحين نسير مترجلين على الأقدام لسوق المباركية اللي طبعا راح يكون يسارنا تحت، يعني لا يبالنا سيارة ولا يبالنا شيء. بنطلع مشي على سوق المباركية وعلى برج التحرير. إن شاء الله بشارككم مقتطفات جميلة. يا سلام يا سلام. طالعين مترجلين على الأقدام، عاد شوفوا يساري. يا سلام برج التحرير. عاد أنا أحب المغامرات هذه، السير على الأقدام، استكشاف في المناطق. بعد الحين منغامر في الكويت بدون سيارة بدون بطيخ. عاد المفروض يكون سيدة قدام، يكون سوق المباركية. أجواء ما بقول إنها باردة لكن معتدلة، جو مناسب. وأنا حاجزة في فندق جراند ماجستيك، صراحة فندق جميل وحلو. أهم شيء نحول الأشياء الجميلة مثل سوق المباركية وراء برج التحرير وأشياء كثيرة بعد أخرى. شو هذا؟ مطعم المني والسلوى، وتحتي صيدلية ومحلات ومطاعم، يعني كل شيء حولي. ما شاء الله أحس البلاد تغيرت وايد عن قبل، من قبل كورونا وما جيتها الكويت. الله على ناطحات السحاب. وصلنا الى سوق المباركية. هذه مشارف سوق المباركية، يعني خضينا مال 500 متر، نص كيلو من بين الفندق لسوق المباركية. مر علي سوق بعد اسمه سوق المصفاة، عاد بحاول اصور لكم بعدين. عاد بلدية الكويت ارحب فيكم في سوق المباركية. غيرت وايد البقعة. بس تصحيح، سوق الصفات اللي مر علي الحذال سوق المباركية. عاد هنا دخلنا سوق المباركية. لو تذكروا قبل كم شهر كان في حريق ضخم في هذا السوق، لكن شوفوا ما شاء الله استعاد عافيته. الله يديم عليهم نعمة الأمن والأمان يا رب العالمين، ويبعدهم عن كل مكروه وشر يا رب.
تغير المكان وايد. محلات البشوت والخام والمسابيح، بس تغير عن آخر مرة أنا زرت فيها الكويت. ما شاء الله مكان صار وسيع وشرح تبارك الرحمن. الحين كانت في سلسلة مطاعم وين صارت ما أدري، أو إني أنا داخلة من الصوب الغلط أو ما أدري، ما أعرف، بنعرف نستكشف. هاي ترى سوق كبير، سوق المباركية، مش إنه سوق صغير. بعد الحين وصل لفريد السويرح اللي في سوق المباركية. بعد ما شاء الله المكان زحمة، البقعة هذه كلها مطاعم صارت ما شاء الله، ألعاب يعني تغيرت البقعة وايد. الحين يبان غداء وعشاء وريوق وسحور وفطور، شكلي بأكل قبوط. أكلة طيبة عندهم اسمها قبوط، عسى يكون شيء مكان وأكل قبوط وشارككم بهذا الأكلة. هذا هو القبوط، هذا اللي يسمى قبوط، نفس الفريد نفس الثريد، بس يكون في قطع خبز داخلي محشاي باللحم. وهذا مطبق الزبيدي، بعشاق الزبيدي البحري اللي الكويت لو ما اكل الزبيدي مطبق الزبيدي كأنه ماي الكويت. اللهم بلغت. شايفين الدخان؟ انا خاطري هذا صراحه، اتذكر واحد من الربع والاخوان الكويتيين خلانا نجرب هذا الاكل، سالني قال لي تبي قبوط، يعني على باله يقصد قباقيب. قلت له هي ابا على بالي هو قبوط اتحرى يقصد القباقيب الذكاره. فطلب الاكله، قلت له هذا شو هذا فريد؟ اقول له، فيقول هذا نحن نسميه قبوط. فهذه الاكله اسمها قبوط. شو معي؟ طبعا هذا لحم، ترى الأكلة هذه يكون باللحم. شو معي؟ هذا قطع الخبز، هذه داخلها تكون فيه لحم مفروم، ها حاجة لذيذة. لو جيت الكويت جربوها الأكلة، اسمها قبوط. داخلها لحم، هذا داخلها لحم. ما لحم داخله. وخلصنا من فريج سويلح، هذا جانب من سوق المباركية. عاد هذا المطاعم اللي كنت أتكلم عنها مساعة في ردها كلها مطاعم. في احد مطعم كنت اياكل عنده مشاوي وعنده سلطة الجرجير بالرمان، قلت له ذبحة موت. عاد اليوم بديت فريج سويلح. ما شاء الله مكان زحمة. أنا حاليا أمام معلم يسمى بساحة الصفا. ما شاء الله أنا ما في راقصة وقعدات، مثل المدرج الناس تقعد فيه. هذا النوافذ الراقصة، هذا برج التحرير. Yes.
ساحة الصفاء، وهي ساحة كان يتجمع بها القوافل التجارية. هذا المكان مثل ما مكتوب أمامنا، ساحة الصفاء هي ساحة كانت تتجمع فيها القوافل التجارية القادمة من البادية وبلاد المجاورة لبيع البضائع والسلع المتنوعة وشرائها. وبمرور الزمن بدأ العمران ينتشر في هذه المنطقة، حيث أقيمت الكثير من المؤسسات الحكومية والمحلات التجارية، كما اتخذت ساحة الاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية. هذه ساحة الصفاء، هذا كان مكان تجمع القوافل التجارية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسعد الله صباحكم بالخير والسعادة. في البداية الله يحفظنا ويحفظكم من شر الأمراض والأوبئة، والله يديم علينا وعليكم نعمة الأمن والأمان والصحة والعافية يا رب. واليوم يوم الجمعة، يوم اللمة ويوم الجمعة ويوم صلاة الجمعة، فالله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب العالمين. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم في هذا اليوم أن يشافي ويعافي جميع مرضى المسلمين من كل مرض، من كل سقم، من كل بلاء، من كل أذى يا رب. صباحكم صدقات، صباحكم ابتسامة وكلمة طيبة، صباحكم الساعة 8 بتوقيت الكويت والساعة 9 بتوقيت الإمارات. عاد شوفوا معاي هذا الأطلالة الجميلة من الفندق اللي أنا ساكنتنه، أطلالة على برج التحرير. يا سلام يا سلام، الله عليك الكويت على جمالك، أجواء ما شاء الله جميلة، ما شاء الله الأجواء جميلة صراحة، معتدلة، مش إنها باردة الأجواء بس معتدلة مناسبة. عاد يمين يكون سوق المباركية، هذا برج التحرير، هذا إطلالة على مدينة الكويت الجميلة. عاد في برج التحرير قالوا لي في مطعم، إن شاء الله لو والله وفقنا بنزور هذا المطعم وبناكل فيه إن شاء الله، وبنشوف الكويت من فوق. ما شاء الله عندي أسئلة ومداخلات كثيرة على الخاص، وأكثر سؤال تكرر علي بخصوص أني أعرض عليكم وأشارككم بأسماء فنادق. أنا ما بشارككم بأسماء فنادق، لكن بعلمكم طريقة بتخليكم تختاروا الفنادق اللي تبوها بطريقة. للعلم أنا دائما الفنادق اللي أسكنها أنا بروحي شخصيا أحجزها وأختار المكان والموقع، فأنا بعلمكم الطريقة وأنتوا طبقوها، أوفر لكم والمكان اللي يناسبكم والفندق اللي يعيبكم. فلا تاخذوا على وصف علان وفلان وفلان، شوفوا بعينكم واحجزوا. فالحين بسير البوفيه اتريق، وهناك بشارككم الطريقه وبعطيكم بعض الردود لبعض بعض الاسئله اللي جاتني. اهم شيء العالم كلها تتحراني، تاجره رايحه الكويت، تاجر كلهم يبوا صوغات، ترى انا فقيره حالي من حالكم، رايحه اتمشي ما رايحه اتسوق. فاللي طالبين قماش وصوغات،
عاد بعلمكم الطريقة اللي أنا أستخدمها وأطبقها في اختياري للفنادق. أنا أستخدم تطبيق بوكينج، مش دعاية لبوكينج، لكن أنا أستخدمه هذا من سنين. أضمن وأسرع وأسهل، والخيارات اللي أبغاها أنا أفتح التطبيق، أكتب الدولة أو المنطقة اللي أبغاها، طبعا بيطلع لي سلسلة الفنادق. ما بختار أنا الفنادق، بفتح الخريطة، أفتح الخريطة أختار المكان اللي أباه بالخريطة، مثلا عند المعالم، المعلم الفلاني، أو في المدينة، وسط المدينة، أو مثلا عند، مثلا في سبيل المثال الحين أنا أبغى عند سوق المباركية، أفتح عند سوق المباركية بيطلع لي بالخريطة سلسلة الفنادق اللي موجودة في هذا المكان، مع أسعارهم، مع الصور، مع كل الغرف والمواصفات والتفاصيل بالديتيلز. فانت تختار، او انت تختار الشيء اللي تبيه واللي يناسبش بالسعر اللي تبيه، واوفر ليش واضمن. فهذه نصيحتي لكم. عاد الحين نسجل دخولنا الافنيوز. عاد هذا اشهر مول عندهم، عاد انا اسميه هذا مول الرياضة. ما شاء الله. هذا جانب صغيرون ترى من المول. المول هذا عبارة عن بلاد 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 لا نهاية لها. هذا عدد الجزء الجديد اللي أنا ما شفته، بس أتوقع عندهم معرض سيارات شيء من هذا القبيل، لأن أنا داخل الحين توني مباشرة. الحين سجلنا دخولنا الأفنيوز، منتم لصلاة الجمعة، عقب نروح سوق الجمعة إن شاء الله. عيبتني السيارة صراحة يبالي للمغامرات. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. عجيبة صراحة، دخلكم من داخل شبه من برا، مدرعة هافي ديوتي. مستحيل انشب بمكان لو عندي نفس السيارة. قاروصة من قدام، قاروصة من ورا. سمعتهم يقولوا هذا بالتعاون مع المطوع والقاضي، عندهم شركات اتوقع معروفة هذه. انا ما اعرف صراحة، ما افهم وايد. يا سلام يا سلام، يا والله عيبتني يبالني اغامر فيها في البلاد، ولو ايش رايكم؟ قالوا صا قدام وقالوا صا ورا. موجودة اول العلم السيارات في الامارات، صناعات صينية. هذه صناعات صينية، أين ستصلين يا الصين؟ هي الصين ما خلت شيء ما سوته. بسم الله، السلام. الله على اللون الزعفراني، الله يرزقنا ويرزقكم مثل هالأشياء الجميلة اللي الله يسخرنا فيها وبها في خدمة الناس يا رب. هذه كلها صناعات صينية يعرضوها هنا. عاد الحين تخبرت وهذا العلوم اللي قالوها لي، صناعات صينية. بس صراحة زينة حق المغامرات، ولو ايش رايكم؟ يبالي وحدة صراحة. يعني احد العوائق الحين اللي انا امر فيها ازمة السيارة، يبالي سيارة للمغامرات. ان شاء الله الله بيرزقني، ادعوا لي، ادعوا ولكم بالمثل ان شاء الله، والله يرزقكم مثل اللي بيرزقني. حياة طماش، الواحد يطمش. بعد ان شاء الله بعد ما اخلص تمشائي من هنا باخذكم لاحد الاسواق الشعبية والشهيرة عندهم اللي يسمى بسوق الجمعة ان شاء الله. تعرفوا وقت الصلاة وكذا، المكان اللي فاتح هو الافنيوز، فانا ما اريد اضيع الوقت. عقبها ان شاء الله في كذا وجهة جميلة، عندهم المركز الثقافي، وعندهم كذلك كذا وجهة سياحية جديدة عندهم ما شاء الله. فسوق الجمعة اللي أتكلم عنه، اللي طبعا إن شاء الله بتشوفوه خلاف،
لعشاق القطع القديمة النادرة المميزة. هو السوق موجود طول الأسبوع، لكن يوم الجمعة يكون في ناس معينين يعرضوا قطع قديمة، أدوات مستعملة، من كل شيء. ترى سوق في كل شيء، ملابس، أثاث، وعية، أدوات مستعملة، يعني سكن هاند، إيش كل اللي في بالكم. القطع القديمة، أصحاب المتاحف، يعني أغلب الناس اللي تجمع القطع القديمة موجودة في هذا المكان، يعني لمتاحفهم، جيل الطيبين، القديمة، القطع الأثرية موجودة. وسوق بلاد، ترى بلاد عودة، السوق بلاد عودة، هم يسموه سوق الحراك، سوق الأدوات المستعملة، سوق الجمعة، لها أسماء وايد، يعني كل شيء تبوه موجود. الحين بدخل ممر طريق الحرير، أتعرف طريق الحرير هو أقدم طريق تجاري، بعدين يكون السوق الشعبي، نفس الشيء في الأفنيوز، ترى عبارة عن بلوكات وأقسام مسميات حلوة، يعني يخلوكم تاخذوا جولة بين الحاضر والماضي، بالمسميات حلوة، يعطيكم مسميات التاريخية القديمة، مسميات القطع القديمة، الأشياء، يعني أشياء جميلة تاخذوا جولة. دملوج، دملوج حلويات، مطاعم، محلات للملابس التراثية القديمة. شوف المسميات، مثلا هذا مكتوب طريق السدو، يعني تدخل المكان طريق السدو، سهل تمشي، سكيك وممرات، بس ما شاء الله المول زحمة 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 زحمة. الحين أنا بالسكيك أحساس كده هنا ما في زحمة، لكن المول نفسه زحمة زحمة، متروس متروس. الحريم والبنات يحبوا هالسوالف، الدراريع، العبي، ملابسهم. صفة قلت لكم أنا ما مال أسوأ، ما مال شوبينج، يعني غسلوا يدينكم من بساتين. ما شاء الله عندهم العطور بكل زاوية، العطور لأبعد ما شاء الله غالية، ما إنها رخيصة، كلها ألف ألف وفوق العطور اللي عندهم. الحين كله مطاعم، مطاعم شعبية وقديمة، أكلهم كلها مأكولات شعبية. أتذكر كنت نايه مطعم لأم كلثوم، بس ما أدري وين هذا. شوف شارع مغير، قاعدوا بس تقروا يمين يسار، أشياء حلوة. بعد غداي بيكون في مطعم الستينات، المأكولات الكويتية. عاد ما يندرش المأكولات الكويتية بالستينات، عاد أنا ما أدري، الحين بتعرف عليها. شوف اللمسات، شوف مساكم الله بالخير والسرور والسعادة. وصلنا إلى سوق الجمعة، بسم الله. بعد هذا البلاد، تشوف المظلات هذه اللي على مد الناظر اللي تشوفوها، هذه كلها، هذه كلها تنعرض فيها بسطات وبضاعة من كل شيء، الملابس، الأثاث، الزوال، الفرش، الإلكترونيات،
كل الأدوات سكن هاند المستعملة، تحف، كل شيء، كل اللي يخطر في بالكم ينباع في هذا السوق، والناس تتعنى له يوم الجمعة لأن تكون هناك معروضات خاصة تعرض يوم الجمعة. أنا شايفين بسم الله، يعني أول ما دخلنا شوفوا القطع، يعني الناس اللي تحب الأشياء المقتنيات القديمة هذا أحد الوجهات المعروفة في الكويت، يعني الناس اللي تفهم بالقطع تعال بس وتطمش. قديمة، جديدة، مستعملة، مزادات، من كل شيء، من كل شيء. نحن أشارككم بجانب من هذا السوق، فيلم سيالات القديمة، راديوهات، فأغلب أصحاب المتاحف يعني مزودين متاحفهم قطع من هنا. شو نعطيكم أسر المهنة أساس أنتوا بعد تيو وتشتروا وتعمروا متاحفكم. هذا العكاسة، سلام، يا سلام، نحاسيات، شوفوا القرون، الرؤوس، يا ربي، شوفوا الإلكترونيات، الفيديوهات، المسجلات القديمة، يا الله يا الله، تطمشوا تطمشوا. هذا الأماكن جوي صراحة، أحب أطمش أنا خاصة الأشياء القديمة، يا الله جوي، إلكترونيات، الهواتف، التليفونات، يا الله وش أخلي وش أصوي وش أسوي. أولوية الكويت ضروري ضروري تزوروا سوق الجمعة، فرايدي ماركت، فرايدي ماركت حقيقي ده. اللي يحب العملات، فضيات، العملات، مسابيح، معدات الصيد، سنارات، البسطات بكل زاوية في هذا السوق. فكل واحد يدور على ضالته في التصوير، وش ما تحبوا دور عليه. أنا قاعد أعطيكم مقتطفات من السوق، يعني أهل البحر شوفوا هذا كله سكشن، كله سنارات، أدوات صيد، وهنا أرخص من السوق بمليون مرة. جيل الطيبين، هذا إهداء لكم، أنا أحبكم وايد وهذا إهداء لكم. أتوقع أغلب الأشياء تعرفوها، أنا ما لحقت عليها لكن لحقت عليها تحت مسمى جيل الطيبين. هذه اللي بطلوا فيها الغازات أول، كراريس أولية، الأتاري، هذه الفاميلي أتذكر هذه لحقت عليها، كانت هذه إخواني يلعبوا فيها. الله، العاب وربي، الألعاب القديمة، جيل الطيبين، أرجع وأقول إهداء لكم حبايب قلبي، وأحبكم وايد والله، كلكم أنتم طيبين، عساس كذا أنا أقول لكم جيل الطيبين لأنه قلبكم حلو وطيب مثلكم.
يا ربي شو هالاشياء اللي تشيل الطيبين، انه يعرف شو هذا اصحاب السياكل ذكرتوها لحقتوا عليها. طبعا هذا الهارن مال السيكل من الركبة، تي 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 تسوي جرس، ذكرتوه عرفتوه. هذا سكشن النعل والجواسي، بلا ماركات وبلا بطيخ. تعالوا اخذ لكم من هنا سعر تراب. دخلنا ما زلنا جواتي ملابس. خلصنا جولتنا في الفرايدي ماركت او سوق الجمعة او سوق الحراق مثل ما يقال. اتوقع خذيتوا فكرة عن هذا السوق والاشياء اللي تباع في هذا السوق. فلو جيتوا الكويت زوروا هذا السوق، يمكن تستانسوا وتستمتعوا في هذا المكان. خلصنا ورجعنا الفندق، الحين بنطلع ان شاء الله. سبحنا نظفنا، الحين عاد بنسير مرة ثانية صوب سوق المباركية، وكذلك بنسير بحاول اني اخذ جولة بالسوق الصفا. قالوا لي وانا هذا احد الاسواق الكبيرة. على فكرة انا ما اشتري، بس ادور دور، بس دور دور شي اخذ فكرة. سبحان الله الواحد يتعرف على ثقافات الاشياء اللي تباع وتشترى في هذه الاماكن. الحين ان شاء الله اذن المغرب عندهم، وطالعين مترجلين على الاقدام الى سوق المباركية. مثل ما خبرتكم امس ان السوق حذالي مال 500 متر، منها رياضة، منها تمشاية، منها استكشاف، منها تعرف على المعالم اللي موجودة حولي. على فكرة انا دائما اقول الاستكشاف الميداني يخليك تتعرف على البلاد اكثر، غير يوم انت تقعد تتمشي بالسيارة او بالتاكسي او بشو ما كان، ما راح تتعرف على الاشياء عن قرب او بادق التفاصيل. لكن يوم تمشي بريولاتك تستكشف هنا وتستكشف هنا. انا احب الحياة كذا، اني استكشفها بروحي بدون ما اني اعتمد على السيارة او كذا. فما شاء الله كل شيء حولي، ترى كل شيء حولي. فالحين هذا المسيد اخذ يسار، يميني بيكون سوق الصفاء وساحة الصفاء اللي صورتها لكم البارحة. فالحين بتكون يميني ساحة الصفاء. ساحة الصفاء هي المكان اللي كان في قديم الزمان تتجمع فيه القوافل التجارية، يعني هذه احد المعالم البارزة في المكان. ففي هناك سوق كبير للأدوات النسائية، ملابس، جواتي، أغراض، مكياج، حسب ما قيل لي، أنا ما دخلته. عاد الحين بنستكشفه مع بعض، عقب بنصير سوق المباركية. هذا المسجد بالدوار، فهذا مخلتني أنا نيشان معلمة علي، يعني يوم أشوف الدوار أخذ كذا مثل الأوليين. يوم يطلع مكان دائما يخلوا لهم نيشان، انا مخليه المسجد هذا والدوار نيشان، وهذا الفندق يعني دائما يوم تطلعوا سيرا بالاقدام علموا الشيء الفلاني الشيء العلاني. طبعا هذا برج التحرير، ها سلام عليكم، فوق في مطعم. اذا ضبطت معانا بندخل المطبخ المطعم اليوم، ما ضبطت عاد عشان سوق الصفا. عشر محلات، خياطة، ملابس، أدوات خياطة، ما شاء الله سوق عود. الله حلوة حركات الشنط. السلام عليكم، كيف حالك؟ والله حركات حلوة. عدة الخياطة،
كلها ادوات خياطة. اشوف انا ما شاء الله داخل، اوه مو العود داخل، هذا السوق او المركز من داخل مثل نمط سوق مركز سارة اللي كان بالشارجة لو تتذكروا، اللي كانوا يروحوا يزدهبوا بالشارجة المخاوير الخام نقطع اللي كنا نقطعها في مركز سارة، اغلب عيال البلاد كانوا يزدهبوا من هذا المركز، خاصة المخاوير والقطع والقماش نفس النمط، فنفس النمط هذا السوق، الاقماش بساتين مخاوير. يا هي بلاد من المحلات كلها أقمشة، كلها أقمشة ما شاء الله. اسمه سوق الصفا، قبل سوق المباركية بميتين متر شوية، ترى سوق المباركية يكون بالصوب الثاني حذالة يعني، ما شاء الله شوف الخان ما شاء الله. محلات مركز سارة، جيل الطيبين من هناك كلهم مستهبين، ذهبة العرب كلها من هناك، كانت المخاوير والقطع نفسها، شوف فساتين كنا نفصلها من هناك، نروح نقص الخام عتبة الخوار نخور هناك، أيام وذكريات. ما أدري الحين موجود المركز ولا اختفى مركز سارة. طلعنا من سوق الصفا مباشرة هذا المباركية، هذا كله سوق المباركية، شوفوا هذيك البوابة مثلث المباركية، عاد زحمة اليوم ترى، تعرفوا اليوم إجازة عندهم الجمعة الويكند، ما شاء الله زحمة الدنيا، زحمة يا دنيا زحمة، بس عادي أنا ما متأثرة لأني أمشي بريولاتي، زحمة للناس اللي قاعدة تسوق. هذا كل هالبلاد هي سوق المباركية، بس ما شاء الله اعتمرت البلاد العلم، يعني أنا جايتنها قبل كورونا في ناطحات سحاب طلعت جديدة، سوق المباركية تغير وايد، وبعد مثل ما تعرفوا بعد الحريقة تم استحداثها وإعادة بنائها بحلة جديدة، فأعمار يا الكويت، وعسى إن شاء الله دائما نشوف إيش بأحلى حلة يا رب العالمين. يقول عرب خذ المهم، يقول لكم سوق المباركية يرحب بكم ويرحبوا فيكم في سوق المباركية، ما شاء الله شوفوا الجالية الآسيوية، الله يسعدهم يا رب. سوق المباركية يرحب بكم، حياهم الله بلدية الكويت، هي بعد ترحب بنا. مثل ما تعرف الكويت تشتهر بصناعة البشول، الخام الرجالي، الحلويات الشعبية، البشوت، المسابيح، 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 كم مرة عدت عليكم المسابيح؟ هذه أشياء قلبكم يحبها أنا أدري. قاعدة أسعد قلوبكم شوفت هذه الأشياء الجميلة. هذا عنها أشياء حلوياتهم، العقيلي بالهيل، خنفروش، درابيل، سلام يا سلام، بس شوفوا بس الشوف وبس. هذا سوق كامل بهذه الحلويات، كلها حلويات بحلويات، حلويات للحلوين، من فيكم يحب الحلويات؟ خلكم من هذه الحلويات، هذه موجودة في كل مكان، أوه جليبي، هذه الحلويات الشعبية عندنا، خنفروش، قرص عقيلي، هذا هذه درابيل، هذه بعد درابيل، يا سلام يا سلام. في فستق، في شوكولاتة، في زعفران، ها نكهات عنده بعد زعفران، هذا اللي انت تحبوها ادري، هذه حلويات اهل الكويت الحلوين، هذا الجليبي حلوياتهم، هي الرهش بالدبس، الاشياء اللي اشتهروا فيها اهل الكويت، الرهش بالدبس،
يعني بالحلويات أشكال وألوان. هذه الحلويات البشمك، حلويات شوف وحراقي. الله يهديني ويصلحني، والله يسامحني، أدري بعمر أخواتكم بس لازم أشارككم بالأشياء الحلوة. هذا الرهش، الرهش بالشوكليت بالدبس. عليكم السلام. عاد عشاي في مطعم الشمم اللي في سوق المباركي. عاد شو عشاي تتوقعوا؟ جرجير ولا سلطة رمان؟ لا لا لا، عشاي كراعين باتشا. يعني هذا المرق وهذا الكراعين. يا سلام، وبالعافية علي. طبعا عشاي ها كراعين وسلطة رمان جربوها من هالمطعم، شيء خطير وعالمي. طرح علي سؤال وهو كيف تأكلون الكراعين؟ أنتم متوحشون. أجل نحن متوحشون. تأكلون أرجل الماعز؟ نعم نأكل أرجل الماعز. انظروا كيف نأكل. عادة نحن نضرب بديناتنا الخمس، لكن الحين ما عندي مغسلة فمضطرة أني أكل بالشوكة، فنأكل بهالطريقة. طبعا هذا 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 المقطع للي يسألني كيف تأكلون الكراعين، أنتم متوحشون. بسم الله. إنها لذيذة، لا أستطيع أن أشرح لكم مدى لذة الطعام، مدى لذة الكراعين.